الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. وزارة الخارجية تخصص فرق عمل ميدانية بمكة والمشاعر المقدسة للبحث عن المواطنين المصريين المفقودين داخل المستشفيات. جيش الاحتلال يواصل التوغل برفح الفلسطينية ويقصف مخيمات وسط غزة، وأونروا تقول إن الحياة أصبحت منعدمة في جميع أرجاء القطاع. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتس. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. التوجيه الرئاسي جاء للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. أكد مصدر حكومي أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات، وأوضح المصدر الحكومي أن مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن. تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وبعثة الحج الرسمية المصرية، ذلك للوقوف على أوضاع كافة المواطنين المصريين المتواجدين لأداء مناسك الحج. وتقوم فرق العمل القنصلية بإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية، ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذويهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلا عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبي. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. قال مسعفون إن قوات إسرائيلية قصفت مناطق في وسط قطاع غزة خلال الليل، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين. كما قال سكان إن الدبابات واصلت التوغل في مدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع. وأفادت السلطات الصحية في غزة بأن طائرات إسرائيلية قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 12، كما أصيب عدد آخر جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريك. وفي دير البلح قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و130 مصابا خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37,431 شهيدا و85,653 مصابا منذ 7 أكتوبر. وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى أن هناك أكثر من 47,000 شهيد مفقود في غزة بسبب ارتكاب الاحتلال أكثر من 3,000 مجزرة، مضيفة أن 98% من أطفال القطاع لا يجدون مياه صالحة للشرب.
سلط مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد انتهاك إسرائيل لقوانين الحرب بسبب استخدامها المفرط للقنابل في مناطق مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة. وأوضح المقال أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلن أن تكرار استخدام القوات الإسرائيلية للقنابل في مناطق مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة يمثل انتهاكا صريحا لقوانين الحرب الدولية، مؤكدا ضرورة موازنة الأطراف المتحاربة بين حجم الضرر الذي قد يتعرض له المدنيون جراء أي هجوم وبين المزايا التي سوف يحققها ذلك الهجوم، وأنه ليس من المسموح به شن أي هجوم عشوائي على مناطق مأهولة بالمدنيين قبل توجيه إنذار مبكر لهؤلاء السكان. أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر من عام 2023 خلفت 39 مليون طن من الأنقاض، بما يعادل 107 كيلوغرامات من الأنقاض لكل متر مربع في القطاع. جاء ذلك في تقرير نشره البرنامج الأممي بشأن الأثر البيئي للهجمات الإسرائيلية على غزة. ليست مجرد سرقة وطن كامل لعقود وطمس ماضيه وتدمير حاضره، بل تكتمل ملامح المأساة إلى المستقبل الغامض الذي ينتظر قطاع غزة، ليس فقط بسبب تعمد قوات الاحتلال استهداف النساء والأطفال للإجهاز على المستقبل، بل هو تهديد مباشر لصحة ما تبقى من أجيال قادمة. فبرغم العوائق التي فرضتها قوات الاحتلال لأي جهة تحاول أن تتقصى الحقائق، تمكنت أنشطة الأمم المتحدة في أرض الميدان من بث معلومات تفيد بأن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي خلفت 39 مليون طن من الأنقاض، ما يعادل 107 كيلوغرامات من الأنقاض لكل متر مربع في غزة، مما له أثر بيئي مخيف على تلوث الهواء والماء والتربة التي من المفترض أن تكون بيئة نظيفة صالحة لزراعة المحاصيل إلى جانب حياة الناس على أطلال وركام بيوتهم. لما توغل الاحتلال نزحنا إلى مواصي خان يونس وسكننا في خيام هناك تقريبا ما يقارب 5 شهور وإحنا نازحين في الخيام. ما بعد ذلك انسحب الجيش الإسرائيلي ورجعنا. لما رجعنا لقينا هذا الدمار الهائل اللي هو بيتنا وبيت أولادي كلهم، بيت ابن الشهيد اللي هو نائل وبيت ابن محمد المصاب وبيت أولادي. جينا رقدنا فوق الدمار، كان حجم الدمار هائل جدا، معاناة في البنية التحتية، في المياه، في اتصالات، في تواصل. وبنظرة حزينة لما تعمد جيش الاحتلال من تلويثه، نجد أن التربة الزراعية والمياه وحتى مياه البحر اختلطت بالصرف الصحي الذي انهارت منظومته مثل باقي البنية التحتية التي تعهدتها قوات الاحتلال بالتدمير المتعمد. ومما يفاقم من حجم الكارثة ذلك الحديث المتناثر عن أن تلك الأنقاض تحتوي على ذخائر لم تنفجر بعد، مما يهدد حياة الذين حالفهم الحظ بالنجاة من القصف لتتلقفهم القذائف المدفونة بين الركام. رئيس برنامج الأمم المتحدة لأعمال الألغام بيهر لودهامر قال إن رفع تلك الأنقاض فقط، مجرد رفعها، يستغرق 14 عاما بفرض 100 شاحنة يوميا، وأضاف أنه ما لا يقل عن 10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في العدوان الإسرائيلي على غزة لم تنفجر، وتشكل بالتالي تهديدا دائما للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الشهداء وللعمال المكلفين بإزالة الأنقاض. ويمكننا القول إنه في الإجمال فإن الناجين من القصف والمجاعة والأمراض والأوبئة والإصابات والعطش سيواجهون جريمة أخرى إسرائيلية جديدة، وهي المحاصيل والمياه الملوثة والموت المخبأ تحت ركام منازلهم. ولا عزاء للشعب الصامد الذي فضل العيش في بيوتهم المنهدمة على الارتحال لمكان آخر، ولا غرابة في ذلك، فهم الشعب صاحب الأرض. We'll be right back.
أكدت إيناس حمدان القائمة بأعمال مديرة مكتب الإعلام في الأونروا أن الحياة في قطاع غزة تكاد تكون منعدمة في جميع أرجائه، مشيرة إلى تدمير معظم أبار المياه وشبكات المياه والصرف الصحي. وأضافت القائمة بأعمال مديرة مكتب الإعلام في الأونروا أن المقاومات الأساسية لم تعد موجودة، ما يضع ضغطا هائلا على الخدمات التي تقدمها الوكالة، فضلا عن العراقيل التي تواجه تقديم الخدمات الإغاثية للوكالة وباقي المؤسسات الدولية. أكد المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هاجاري أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس، واصفا إياها بالفكرة وأنه لا يمكن القضاء على فكرة. في المقابل قال مكتب نتنياهو في بيان أن المجلس الوزاري والأمني ملتزم بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية. التباعد يتواصل يوما بعد يوم بين مسؤولي سلطة الاحتلال، فبينما أكد المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هاجاري أنه لا يمكن القضاء على حماس واصفا إياها بالفكرة وأنه لا يمكن القضاء على فكرة، هاجاري قال إن أي حديث عن القضاء على حماس وإخفائها من الصورة هو بمثابة ذر للرماد في عيون الناس. تصريحات هاجاري قوبلت برفض فوري من مكتب بنيامين نتنياهو الذي أعلنت حكومته أن هجومها على قطاع غزة لن يتوقف حتى القضاء على حماس. وقال مكتب نتنياهو في بيان أن المجلس الوزاري والأمني ملتزم بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية. مأزق نتنياهو هو أن تعنت العقلية الإسرائيلية وفتحها جبهات متعددة يضعف الصف الداخلي، حتى بلغ بنتنياهو أن يطالب شركائه في التحالف بضبط النفس. وكان حزب الليكود الحاكم قد ألمح أن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير يسرب محادثات سرية من المجلس الوزاري، وبحسب صحيفة ديعوت أحرنوت فقد عرض نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الأمني الذين يتلقون مراجعات أمنية. وردا على ذلك أعلن حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير أنه يدعم قانونا يلزم أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لاختبارات كشف الكذب. نتنياهو لم يسلم من غضب الشارع أيضا، مع استمرار التظاهرات للعامة إلى جانب عائلات المحتجزين كان آخرها بمدينة عسقلان، والتي طالبت كسابقتها بإسقاط الحكومة من بين مطالب أخرى. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسرائيل زيف بأن التوترات بين الجيش ونتنياهو بلغت أعلى مستوياتها. وأوضح الجنرال المتقاعد إسرائيل زيف أن الجيش لديه شعور أن إسرائيل استنفدت الغرض من الحرب، مضيفا أن تل أبيب تقترب من إنهاء المهمة التي حددتها الحكومة وستصل لنقطة نخوض فيها حرب عصابات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أستاذ سعيد، يعني بعد التحية، بداية كيف ترى الخلافات المحتدمة بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وعايزين نقول إن هذه الخلافات يعني ليست وليدة اللحظة وليست منذ 7 أكتوبر أو بعد الهجوم الوحشي البري الذي قام به بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، ولكنها كانت منذ حوالي 35 أسبوع قبل 7 أكتوبر، فكان هناك اختلافات في مجلس الوزراء بين بنيامين نتنياهو وأعضاء اليمين المتطرف. أيضا جاءت هذه الحرب وأصبح هناك اختلافات كثيرة جدا. هذه الاختلافات لو احنا وضحنا بعض النقاط الخاصة بهذه الاختلافات والخاصة مع بنيامين نتنياهو، هنتكلم أولا على خطة إعادة المحتجزين. نتنياهو حتى الآن لم يقر مبادرة أو يقر أي هدنة من الهدن التي قامت بها مصر أو قامت بها الوساطة القطرية أو قامت بها أي دولة من الدول العربية، ولم يقر أيضا المبادرة التي قام بها بايدن منذ
حوالي 10 أيام. فهذه الحرب ممتدة إلى أمد لا نعرف ولا يعرف بنيامين نتنياهو نفسه إلى متى تنتهي. وكذلك هذه الخطة، خطة إعادة المحتجزين، أعتقد أن كانت من أحد الأسباب الرئيسية لهذه النزاعات وهذه الاختلافات بين بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الكابينت أو مجلس الوزراء. ثاني نقطة من نقاط هذه الاختلافات أيضا إنشاء آلية حكم مدني في غزة وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بعدما نزحوا جراء الهجمات المتبادلة مع حزب مع حماس ومع إسرائيل نفسها. فأنا أعتقد أن هناك أيضا بعض النازحين من الإسرائيليين أيضا نزحوا في ظل هذه الهجمات. هناك أيضا اختلافات بين أعضاء الحكومة لهذه النزوح بالنسبة للإسرائيليين. أيضا سياسة الدفع بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية لا يعرفوا، أو هناك اختلاف أيضا بين نتنياهو وبين أعضاء الحكومة الإسرائيلية من ناحية سياسة هذه التطبيع. أيضا تبني إطار للخدمة العسكرية المدنية بيخدم بموجبه جميع الإسرائيليين. وزي ما حضرتك احنا شفنا في خلال اليومين اللي فاتوا هناك خلاف كبير بين عملية التجنيد بالنسبة للإسرائيليين والخدمة في الجيش. وعايز أقول لحضرتك أن هذه الاختلافات زي ما احنا شايفين أن احنا من حوالي يعني أسبوعين شفنا بعض الاستقالات لبيني جانتس وأيزنكوت لهذه الحكومة والخروج من كابينت الحرب الموجود في إسرائيل. فأنا أعتقد أن كل هذه الخلافات خاصة وخصوصا عدم وضوح رؤية نتنياهو لليوم التالي لبعد الحرب على قطاع غزة، فهذه النقطة مهمة جدا ولم تتضح لأعضاء الحكومة بالنسبة لإسرائيل. فأعتقد أن كل هذه الخلافات أدت إلى وجود خلافات شديدة بين الحكومة في إسرائيل. وأعتقد أن ده ينعكس بالناحية الإيجابية بالنسبة لإنهاء هذا الصراع في قطاع غزة. نعم دكتور سعيد، بالحديث عن الخلافات وأيضا النزاعات بين الداخل الإسرائيلي، برأيك كيف يمكن أن تؤثر هذه الخلافات القائمة حاليا في إسرائيل على وتيرة العدوان على قطاع غزة؟ شوف حضرتك، احنا زي ما احنا تابعنا ان هناك كبار من المسؤولين بيقدموا استقالاتهم. هذا يعني بيدل ان دل على اختلاف كبير جدا في عملية صناعة القرار بين بنيامين نتنياهو واعضاء الحكومة بتاعته. عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة ومفهومة وعدم وجود شفافية في تحقيق الاهداف بالنسبة للحكومة وخاصة حكومة اليمين المتشدد المتطرف الموجودة في إسرائيل. فأنا أعتقد أن كل هذه الخلافات أعتقد ممكن تؤدي إلى يعني زي ما بنقول كده هزة كبيرة في هذه الحكومة. هذه الهزة ممكن تعود بالصالح العام بالنسبة لهذه القضية وبالنسبة للصراع في قطاع غزة. من المتوقع أن يكون هناك قبول للمبادرة الأمريكية وهي خطة بايدن لليوم التالي بالنسبة لإنهاء هذه الحرب. ممكن تكون هناك أيضا يعني ناحية إيجابية بالنسبة لهذه الصراعات والخلافات الموجودة في حكومة بنيامين نتنياهو، أن يكون هناك تعجيل بخصوص انتخابات مبكرة بالنسبة لإسرائيل. وده اللي كان بيطالب بيه بيني جانتس لما استقال من مجلس الحرب في إسرائيل، هو وأيزنكوت وأولمرت، لما اتكلموا أن لابد أن يكون هناك انتخابات مبكرة لإسرائيل وأن يتم معاقبة ووجود محاكمة لبنيامين نتنياهو، خاصة أن بنيامين نتنياهو يعني بيحاط به كثير من القضايا من قضايا الفساد الموجودة في حكومته. فأنا أعتقد أن مثل هذه الخلافات تعود بالنفع حول الصراع في قطاع غزة. ايضا عايز اقول لحضرتك ان هي ايضا هتعود بالنفع الى عوده النازحين اللي موجودين في جنوب غزه والموجودين الان في رفح، والعوده مره اخرى الى قطاع غزه، ومن ثم ان احنا نبدا نفكر في خطه اليوم التالي وهي خاصه باعاده اعمار قطاع غزه مره اخرى. نعم دكتور سعيد، بالحديث ايضا عن الخلافات، برايك كيف يمكن ان يؤثر او تؤثر هذه الخلافات على شكل الدعم الغربي وخصوصا الامريكيه لاسرائيل؟ شوف حضرتك هنا خلينا عندنا مبدأ
كلنا ان احنا يعني اذا كانت هناك خلافات واذا كانت امتدت هذه الخلافات فاحنا يعني خلينا مؤمنين ان الداعم الرئيسي والاساسي لاسرائيل في هذه الحقبه التاريخيه او على المدى الطويل هي الولايات المتحده الامريكيه. وعايز اقول لحضرتك ان الدعم الاساسي والرئيسي لاسرائيل قبل الولايات المتحده الامريكيه هي بريطانيا منذ القدم، والصهيونيه اليهوديه والصهيونيه الدينيه بتقول ان انجلترا هو الداعم الاول لاسرائيل. ولكن هناك بعض الخلافات بين اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه، اعتقد ان هي بدات تظهر في فبراير 2024 مع زياره بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحده الامريكيه، عندما تحدث بايدن عن مبدا حل الدولتين وان هذا المبدا هو الذي سوف ينهي الصراع بين اسرائيل وحماس. وعايز اقول لحضرتك ان مبدا حل الدولتين دوت حضرتك يعني مش برضه مش مبدا وليد اللحظه، ولكن هو مبدا منذ عام 1948 منذ قرار التقسيم رقم 181 ان هناك دوله عبريه بجانب الدوله الفلسطينيه، والمجتمع الدولي يعترف ان هناك دوله فلسطينيه منذ عام 48. ولكن المجتمع الدولي اللي احنا شايفينه على مدار هذه السنوات كلها ان هو بيعترف بوجود دوله يهوديه وينسى تماما الدوله الفلسطينيه. ولكن عندما تحدث بايدن في فبراير 2024 بدا ان هو يتحدث على مبدا حل الدولتين مره اخرى، وانه يكون في دوله فلسطينيه بجانب الدوله اليهوديه، وهذا يعطي كيان وكينونه كبيره ان هناك دوله فلسطينيه، ان العالم والمجتمع الدولي يتعامل معها كدوله. كان هناك هذا الاختلاف بقى وبدايه هذا الاختلاف، لان احنا كلنا طبعا تابعنا ان بنيامين نتنياهو رفض هذا المبدا ورجع تاني الى اسرائيل وقال ان هو مستمر في هذه الحرب. حتى هذه اللحظه بنيامين نتنياهو بيصر على هذه الحرب، وقال كده بالنص ان هو حتى لو لم يلاقي الدعم من الولايات المتحده الامريكيه سوف يحارب حماس، بالرغم ان حماس دي فكره، حماس ليست كيان او حماس مبنى علشان ان انا احاربه او مجموعه من البشر، ولكنها فكره مغروزه في كل فلسطيني. هيحارب هذه الفكره حتى لو باظافره، حتى لو لوحده هو قادر ان يحارب هذا الموضوع. فاعتقد ان هذا الخلاف جاء منذ فبراير 2024، وبعدين بعد كده احنا بدانا نشوف المجتمع الدولي بدا ان هو ينظر الى اسرائيل بنظره مختلفه. شفنا القضيه اللي رفعتها جنوب افريقيا في محكمه العدل الدوليه لحق الاباده الجماعيه. صحيح. اللي بتعملها اسرائيل في الشعب الفلسطيني. وعايز اقول لحضرتك نقطه هنا، ان دي اباده جماعيه، اباده عرقيه، وليست قتل اطفال وقتل نساء وهدم بنى تحتيه وهدم مدارس ومستشفيات، ولكن اسرائيل الان تعمل على اباده عرقيه للشعب. صحيح. الفلسطيني. واعتقد ان احنا شفنا في كذا دوله من الدول العالم منهم مصر بتنضم الى هذه القضيه. طبعا المجتمع الدولي احنا شفنا برضو مؤخرا هناك اربع دول اعترفت بحق الدوله الفلسطينيه، فانا اعتقد ان وجهه نظر المجتمع الدولي اختلفت تماما. صحيح، وضحت الصوره. استاذ ودكتور سعيد الزغبي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس، شكرا جزيلا لك. قدر مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال أن عدد المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة أقل من التقديرات الرسمية في إسرائيل. ووفقا للمصادر فمن المحتمل أن يكون هناك حوالي 50 محتجزا ما زالوا على قيد الحياة من بين 120، أي أن حوالي 70 منهم ماتوا بالفعل، ذلك مقارنة بالبيانات الرسمية التي نشرتها إسرائيل والتي تفيد بوفاة 43 محتجزا في الأسرى. كما رفضت واشنطن وتل أبيب التعليق على الأرقام الواردة، ولم تعلق حماس أيضا، لكنها قالت للوسطاء إنها لا تعرف عدد المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 مواطنا فلسطينيا على الأقل من عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال وأسرى سابقون. وقال نادي الأسير أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 من أكتوبر ارتفعت إلى أكثر من 9300. هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتجزوا كرهائن.
يدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمنا باهظا بعد 8 أشهر من الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان. وتسببت الحرب في انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، فضلا عن بدء هروب رأس المال المحلي للخارج. لا يزال الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمنا باهظا بعد 8 أشهر من الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان، حيث تسببت الحرب في انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، فضلا عن بدء هروب رأس المال المحلي إلى الخارج. ووفقاً لتقرير هجرة الثروات لعام 2024 الذي أصدرته شركات استشارات هجرة الاستثمار الدولية، فقد خرجت إسرائيل أيضاً من قائمة الدول العشر الأوائل التي يهاجر إليها أصحاب الملايين لأول مرة منذ عدة عقود. الشركة أشارت أيضاً إلى أن الحرب الحالية لم تشوه صورة إسرائيل كملاذ آمن لهذا النوع من المستثمرين الأجانب فحسب، بل تشكل أيضاً تهديداً للنتائج الاقتصادية. وقد تسببت الحرب المتواصلة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل خلال الربع الأول من العام الحالي. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 عانى الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بالفعل من انخفاض بنسبة 50% وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي. ومما يزيد من عزوف المستثمرين المتزايد هو أن 80% من الاستثمار يتركز في مجال التكنولوجيا الفائقة، حيث يوفر هذا القطاع وحده نصف صادرات إسرائيل التي تقدم نفسها على أنها أمة الشركات الناشئة بامتياز. وكانت شركة أنتل الأمريكية قد علقت العمل في توسيع مصنع لإنتاج المعالجات الدقيقة في إسرائيل، والذي كان من المقرر أن يشكل أكبر استثمار أجنبي على الإطلاق في البلاد. أما العلامة الأخرى التي تضرب الاقتصاد الإسرائيلي هي الإسرائيليون أنفسهم الذين بدأوا بالبحث عن آفاق جديدة أكثر هدوءا، خاصة في الولايات المتحدة، حيث قفز حجم استثماراتهم المباشرة في الخارج بمقدار الربع في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى 3.6 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف عدد مثل هذه العمليات التي يقوم بها الأجانب في إسرائيل. تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود، مما يساعد على تفاقم الأزمات الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع آخر التطورات الإنسانية والميدانية من أمام بوابة معبر رفح البري. ربما التطورات الإنسانية لم تتغير كثيرا هذا الأسبوع، ولازال الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإجراءات التعنتية التي تضيق الخناق على الأشقاء داخل قطاع غزة بمنع وصول أكبر عدد للمساعدات الإنسانية. اليوم لم يدخل سوى 4 شاحنات للغاز فقط، اتجهوا لمنفذ كرم أبو سالم وتم قبول شاحنتين فقط من ال4 شاحنات للغاز، فبالتالي لم يدخل أيضا أي شاحنات من المساعدات الإنسانية. فنحن نتحدث على أنه على مدار هذا الأسبوع تم دخول 10 شاحنات فقط للوقود، بالإضافة إلى 96 شاحنة مساعدات إنسانية. هذا الرقم مقارنة بحجم الشاحنات التي تجهزها مصر يوميا أمام بوابة معبر رفح البري هو ضعيف وقليل للغاية، ولا يلبي الاحتياجات التي يعني يحتاج
يحتاجها أهالي قطاع غزة من المواد الغذائية أو من الوقود أو حتى من المستلزمات الطبية. بل التطور هذا الأسبوع نستطيع أن نؤكد هو خاص بالعمليات العسكرية المتواصلة في مدينة رفح الفلسطينية، والتي لم تتوقف لحظة، بل منذ قليل كنا نسمع الدبابات في القريبة من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وكنا أيضا نسمع القصف المستمر. وربما منذ صباح هذا اليوم هناك عدد من المناطق الغربية في مدينة رفح الفلسطينية تعرضت للقصف، وأيضا كان هناك قصف لأحد المربعات السكنية داخل مدينة رفح الفلسطينية. فبالتالي تتفاقم الأزمات الصحية والكارثية والتي تحدث عنها الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الأوضاع تزداد سوءا داخل قطاع غزة وخاصة في شمال القطاع بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي الإمدادات الغذائية والطبية، وأن هناك تفشي لأمراض سوء التغذية خاصة بين الكبار والأطفال. وأيضا هيئة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية داخل قطاع غزة أكدت أنهم يعانون الكثير من أجل وصول الإمدادات الطبية والمواد الغذائية عبر منفذ كرم أبو سالم. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق صحيا وإنسانيا على الأشقاء داخل قطاع غزة، في حين أن مصر تقوم بتجهيز مئات الشاحنات يوميا لإنفاذها ودخولها إلى الأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. وللمزيد حول ما يحدث الآن داخل قطاع غزة تنضم إلينا هاتفين الأستاذة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأنروا. بعد التحية مرة أخرى أستاذة إيناس، أعلنتم أن الحياة في قطاع غزة تكاد تكون منعدمة في جميع أرجائه، وأشرت إلى تدمير معظم أبار المياه وشبكات المياه والصرف الصحي. ما هي هذه المعلومات التي لديك عن هذا؟ أهلا بك مرة أخرى. يعني بالتأكيد الضرر الذي لحق بالبنى التحتية وقطاع غزة على الصعيد المعيشي والإنساني خلال هذه الحرب الأشهر الثمانية الماضية مدمر بشكل كبير. يعني أصدرنا اليوم تغريدة تقول أنه 67% من أبار المياه ومضخات الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي بما في ذلك البنى التحتية دمرت بشكل كبير في قطاع غزة. هذا كله يعيق عملية الاستجابة الإنسانية ويضاعف ويفاقم الوضع المعيشي سوءا. يعني كان الزميل المراسل يتحدث عن الظروف الصحية هي بالفعل كارثية في قطاع غزة. تراكم النفايات الصلبة نظرا لعدم دخول كمية كافية من الوقود يسبب أمراض إضافية ومعاناة تضاف لمعاناة ومأساة النازحين. في نفس الوقت لا يوجد أي تحسن ملحوظ لنقل على تدفق المساعدات الإنسانية. يعني ما يدخل عبر كرم أبو سالم عدد شهيد جدا من الشاحنات، وهذه تكون محملة ببعض المواد الغذائية وبعض الأدوية. بالتالي هناك نقص حاد في ضروريات من الغذاء والضروريات من الأدوية. المراكز الصحية لدينا مثلا 6 مراكز التي تعمل حتى الآن في قطاع غزة ينقصها الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية. بالتالي يعني القطاع الصحي البيئي يعاني من أزمات. لكن أستاذة إيناس، على ذلك كل هذه الظروف الصعبة، كيف تقومون بعملكم في كل هذه الظروف الصعبة والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم في هذه المطالب التي تطلبونها؟ يعني على الرغم من صعوبة الظروف وتعقيد الأوضاع، إلا أنه الأمور ملتزمة بتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات وتوزيع ما يمكن توزيعه من مساعدات تصل ولو كانت قليلة وشحيحة. يعني نجد طواقم الأمور وتعمل بكل جهد لتقديم مثلا الخدمات الصحية. كما ذكرت لازال ندير 6 مراكز صحية، هذه تقدم خدمات صحية أولية، تقدم اللقاحات للأطفال. هناك طاقم من المرشدين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، أكثر من 300 مرشد نفسي يقدمون خدمات نفسية للأطفال وللاجئين بشكل عام النازحين في مراكز الإيواء. هناك خدمات صحة البيئة ومحاولة الفرق العاملة في برنامج صحة البيئة لإزالة بعض النفايات الصلبة وفتح الطرقات وتشغيل ما يمكن تشغيله من محطات تحلية المياه من أجل توزيع مياه نظيفة. يعني ذكرت أن هناك أزمة مياه حقيقية في قطاع غزة، ولكن
كما ذكرت يبقى حظر العثراء المساعدات التي تدخل بكميات جدا ضئيلة لا تكاد تكفي لجميع النازحين أو الاحتياجات الضرورية الملحة، بالتالي تظل الأمر وتطالب بتدفق أفضل للمساعدات والإعانات أو الإمدادات الإنسانية، وأيضا الظروف الأمنية المستمرة في قطاع غزة تلقي بظلال سيئة على الوضع والاستجابة الإنسانية بشكل عام. أستاذة إناس، في ظل كل هذه الظروف أيضا، هل ما زال باستطاعكم إيصال صوتكم لكل دول العالم من أجل إنقاذ القطاع وأهله؟ يعني الأونروا تصدر تصريحات بشكل يومي وتدق جميع مواقف الخطر، يعني من خلال أيضا المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، السيد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني يعني يشارك في كثير من الاجتماعات، هناك جهود حثيثة تبذل على المستوى الإداري في الأونروا من أجل حشد التمويل والدعم أيضا للأونروا، وهناك ثقة تتجدد بالأونروا من قبل الدول المانحة والمجتمع الدولي. رأينا كيف أن الأمين العام للأمم المتحدة مرارا وتكرارا أكد على الدور الأساسي والمحوري للأونروا في إدارة الاستجابة الإنسانية، بالتالي يعني هناك ثقة ودعم لا يزال يتجدد بدور الأونروا وفي إدارة الاستجابة الإنسانية. يعني لكن أستاذة إناس، بعد كل هذه الاجتماعات والقرارات، هل هناك بارقة أمل وشيء إيجابي في كل بعد كل هذه الاجتماعات من أجل مساعدة القطاع وأهله؟ يعني فيما يتعلق مثلا بقضية التمويل، هناك عدة دول عادت لترفع أو لتستأنف التمويل للأونروا، وهذه أخبار جيدة. هناك مثلا التبرعات التي جمعت من القطاع الخاص والتبرعات الخاصة، المساهمات الخاصة وصلت ل 120 مليون دولار مثلا مؤخرا. هناك يعني دعم بالفعل نراه من أجل تعزيز دور الأونروا، ولكن تظل الأزمة قائمة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وعدم تغيير المعادلة الحاصلة في إدخال المساعدات. يعني هناك مساعدات على الجانب الآخر تنتظر الدخول، ولكن هناك عراقيل للأسف الشديد تمنعها من الدخول. يعني إذا أردنا بالفعل مواجهة الكوارث التي تحصل في قطاع غزة، فإننا بحاجة لإرادة حقيقية تترجم هذا الدعم إلى أفعال، وأولها تبدأ في إدخال المساعدات والمواد الإغاثية الضرورية حتى تتمكن مؤسسة أونروا من تقديم الدعم المطلوب منها في قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأونروا، شكرا جزيلا لك. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. تحتفل مصر والعالم اليوم باليوم العالمي للاجئين. أشارت وزارة الخارجية في بيان لها بهذه المناسبة إلى مواصلة مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص، حيث تستضيف اليوم لاجئي وملتمسي لجوء من 62 جنسية مختلفة. تعيد مصر في هذه المناسبة التذكير بأهمية مضاعفة الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، لا سيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين والمساهمة في تخفيف الضغوط الواقعة على كاهل الدول المضيفة. كما تؤكد مصر على أهمية التعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يدرك التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي على نحو يعزز من صمود المجتمعات المضيفة، ذلك بالتوازي مع تعزيز جهود تحقيق السلام لمعالجة جذور الأزمات في دول المنشأ للاجئين، بما يساعد على خلق ظروف مواتية لعودتهم الآمنة والكريمة إلى دولهم ويحول دون تكرار الأزمات بها.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعادة تأكيد المسؤولية الجماعية للعالم في مساعدة اللاجئين ودعم حقوقهم الإنسانية. جاء ذلك في رسالة وجهها غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للاجئين ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وقال غوتيريش إن الصراعات والفوضى المناخية والاضطرابات تجبر أعدادا قياسية من البشر على ترك منازلهم وتؤدي إلى معاناة إنسانية عميقة. وأشار غوتيريش إلى أن أحداث الأرقام تظهر أن أكثر من 120 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نزحوا قصرا، بينهم 43 مليونا و500 ألف لاجئ. قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن أكثر من 6 ملايين لاجئ مسجلون لدى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا يعانون من الشتات واللجوء نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قصرا إبان نكبة عام 1948. وتشير سجلات وكالة الغوث إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها حوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو 2.5 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكلون حوالي 42% من اللاجئين الفلسطينيين. حث المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على تضافر الجهود الدولية لحل النزاع في السودان الذي مزقته الحرب. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص بسبب الصراع المستمر، مع فرار أكثر من 2 مليون شخص إلى دول الجوار. وقام غراندي مؤخرا بزيارة مخيمات اللاجئين ومراكز النزوح في كوستا بولاية النيل الأبيض بالسودان، حيث لجأ أكثر من 1 مليون شخص إلى المأوى منذ بدء الحرب.
أكدت جامعة الدول العربية وقوفها إلى جانب ملايين اللاجئين حول العالم داعية إلى العمل الجماعي من أجل النساء والفتيات اللاجئات. جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. وأشارت الجامعة العربية إلى أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، وخاصة العنف ضد النساء والفتيات. وذكرت الجامعة العربية أن النساء والفتيات يشكلن 51% من اللاجئين الذين يحتاجون للدعم والمساندة في المنطقة العربية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من الاتفاقات مع نظيره الفيتنامي تو لام خلال زيارة دولية يقوم بها إلى هذا البلد الأسيوي. ووقع الجانبان اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والطاقة وتغير المناخ والصحة. وقال بوتين إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يمثل دائما إحدى أولويات بلاده. من جانبه أكد الرئيس الفيتنامي تو لام أنه اتفق مع بوتين على تعزيز وتكثيف الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجالات النفط والغاز وتهيئة الظروف المناسبة للتعاون على مستوى القطاع الخاص، وكذلك في مجال الطاقة المتجددة والأمن والدفاع. كان الرئيس الروسي وصل إلى هانوي صباح اليوم في زيارة رسمية ضمن إطار جولة بدأها في كوريا الشمالية، تم خلالها التوقيع على اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين واتفاقية للتعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم واتفاق لبناء جسر حدودي على نهر تومانايا. قادما من كوريا الشمالية، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس الفيتنامي ورئيس الوزراء. وهذه هي الزيارة 5 لبوتين بصفته رئيسا إلى فيتنام، وكان آخرها في عام 2017. وتعود العلاقات بين روسيا وفيتنام إلى الحقبة السوفيتية، حيث أرسلت موسكو أسلحة إلى حلفائها الشيوعيين خلال حرب فيتنام، كما ساهمت على مدى عقود في تدريب كوادر من الحزب الشيوعي الفيتنامي. وتواصل موسكو بيع جزء كبير من أسلحتها وعتادها العسكري إلى فيتنام، ومن المقرر أن تتصدر مسائل الدفاع والأمن النقاشات بين بوتين ومسؤول فيتنام. ولزيارة بوتين شق اقتصادي أيضا مع مشاريع تعاونية متزايدة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتربية والسياحة. وتعرض هانوي نفسها لاستياء شركائها الغربيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي تعتبر فيتنام البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة استراتيجية في الإنتاج الصناعي أو شبه الموصلات. وتحاول هانوي البقاء على المسافة نفسها من القوتين العظميين بموجب دبلوماسية تجمع بين الحذر والبراغماتية. ومن بيونج يانج أرسلت روسيا رسائلها إلى الغرب وأوكرانيا، حيث يسعى الرئيس بوتين لتوطيد علاقاته السياسية وشراكاته الدفاعية. ووقع البلدان المتحدان ضد الهيمنة الأمريكية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تنص على مساعدة متبادلة في حال تعرض أي منهما لعدوان.
وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن يفضي هذا التقارب المتواصل إلى إمدادات ذخائر وصواريخ كوريا الشمالية جديدة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. الجولة الخارجية لبوتين أثارت ردود فعل قوية من واشنطن والغرب، فقد قال أمين عام حلف الناتو إن الاتفاق الدفاعي الجديد بين روسيا وكوريا الشمالية يظهر تنامي التحالف بين القوى الاستبدادية ويسلط الضوء على أهمية أن تشكل الديمقراطية جبهة واحدة. من جهتها أعربت اليابان عن قلقها البالغ من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي توصل إليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ. بينما تتزايد التوترات المحيطة بالبيئة الأمنية الإقليمية لبلادنا بما في ذلك تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، تتابع حكومتنا بدقة نتائج الاجتماعات الروسية الكورية الشمالية وباهتمام بالغ. فيما يتعلق بالمعاهدة التي قيل إنه تم التوقيع عليها، فأنا لست في وضع يسمح لي بشرح محتواها، غير أنه من المحتمل أن يكون الرئيس الروسي بوتين قد انتهك قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بعدم تحاشي بند التعاون العسكري مع كوريا الشمالية. وبالنظر إلى التأثير على البيئة الأمنية في بلادنا، فإننا نعرب عن قلقنا البالغ. وعلى صعيد ردود الفعل الغربية على جولة رئيس الروسي الخارجية، أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الجنوبية عن أسف بلاده لتعهد روسيا وكوريا الشمالية باتفاقية شراكة استراتيجية شاملة وإعلانهم علنا عن تعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية، وهو ما ينتهك بشكل مباشر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نعرب عن أسفنا لتعهد روسيا وكوريا الشمالية باتفاقية شراكة استراتيجية شاملة وإعلانهما علنا عن تعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية، وهو ما ينتهك بشكل مباشر قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ووفقا لتحليل وتقييم شاملين للنتيجة الإجمالية لزيارة بوتين لكوريا الشمالية، سنرد بصرامة وحزم على أي أعمال تهدد أمننا مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الحليفة. يواصل المواطنون التوافد على الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية بمختلف محافظات الجمهورية في إجازة عيد الأضحى المبارك، وتواصل مختلف أجهزة الدولة حملاتها على المتنزهات والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال أي حالات. للمزيد ينضم إلينا من الحديقة اليابانية محمد الخطيب. بعد التحية محمد، صف لنا الوضع لديك الآن ومدى إقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى لديك الآن. نعم، كل عام وأنت بخير، وكل عام والشعب المصري دائما في سعادة واستقرار. بالفعل كما ذكرتي نتواجد معكم داخل الحديقة اليابانية بحلوان، هذه الحديقة التي تتميز بالعديد من المميزات تنفرد بها عن غيرها من الحدائق الأخرى. يمكن نسب الإقبال يعني منذ الصباح الباكر وإلى الآن هي نسب مقبولة فعلا، هذا يعني بمقارنة بارتفاع درجات الحرارة، ولكن العديد من الأسر المصرية قررت أن تتواجد هنا داخل الحديقة الدولية التي استقبلت إلى الآن من أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى الآن نتحدث عن حوالي 20,000 زائر من مختلف محافظات الجمهورية، يعني تقريبا ما يعادل في اليوم من 7,000 إلى 8,000 زائر مصري داخل الحديقة الدولية. يمكن الحديقة الدولية أيضا يعني قبل يعني عيد الأضحى المبارك استعدت بالعديد من الخدمات اللوجستية والخدمات الأمنية داخل الحديقة، يوجد العديد من يعني الكافيهات والمطاعم خصصت لخدمة الزائرين، هذا بالإضافة إلى توافر وانتشار عناصر الأمن الموجودة في كل مكان، ذلك طبعا يعني لتوفير الأمان والخصوصية لكل الأسر المصرية. الحديقة الدولية في حلوان هي من الحدائق التي تستقطب أعداد كبيرة من الزائرين نظرا لتفردها بالعديد من المميزات. يمكن من يزور الحديقة الدولية سوف يعني يشاهد المزج الكبير بين الحضارة المصرية وما بين الحضارة اليابانية. يمكن خلفي
كما ترين في الصورة، يعني هناك العديد من معالم الحضارة اليابانية القديمة في داخل الحديقة اليابانية هذا، طبعا بالإضافة إلى عدد كبير من المسطحات الخضراء والمساحات الواسعة داخل الحديقة هذا، بالإضافة إلى وجود يعني العديد من يعني مجرى للنيل أو لمجرى لبعض الممرات النيلية يعني شبيهة بمجرى النيل هذا، بالإضافة إلى العديد من المعالم المعمارية الخاصة بالحضارة اليابانية. من يزور الحديقة اليابانية يعني يمكن أن يقال أنه سوف يعني سوف يزور العاصمة اليابانية طوكيو أو بعض المعالم اليابانية الموجودة في اليابان، وذلك نظرا للتصميم المعماري وبعض الرموز وبعض المعالم اليابانية الموجودة داخل هذه الحديقة. لكن بشكل عام الأمور هنا تسير بشكل منتظم جدا، الجميع يستمتع بأجواء العيد تحت ظلال الأشجار الموجودة والتي تمتد أعمارها إلى أكثر من 100 عام، هذا فضلا عن وجود العديد من الأشجار النادرة التي تميز بها الحديقة. نعم. يمكن هذا ما لدينا إلى الآن، وأعود إليك مرة أخرى. شكرا الزميل محمد الخطيب كوتا معنا من داخل الحديقة اليابانية بحلوان، وكل عام وأنت بخير. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما ورد بها من عناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. وزارة الخارجية تخصص فرق عمل ميدانية بمكة والمشاعر المقدسة للبحث عن المواطنين المصريين المفقودين داخل المستشفيات. جيش الاحتلال يواصل التوغل برفح الفلسطينية ويقصف مخيمات وسط غزة، وأونروا تقول إن الحياة أصبحت منعدمة في جميع أرجاء القطاع. وصلنا مع حضراتكم بختام نشرة الثالثة، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.